ولنقاش هذا الملف والحديث عن الواقع المعيشي الصعب للمواطنين في العراق في ظل التلاعب بأسعار الدينار رغم ارتفاع أسعار النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الأكارم. دكتور، بعد اعتراف البرلمان بتخبط في السياسات الحكومية لا سيما خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، إلى أي مدى يعد هذا الاعتراف كافيا أمام انهيار الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين؟ طبعا بشكل عام أنه تسعيرة الدولار في ظل أزمة مالية سابقة كان لها أثر بالغ ومزيد من إيجاد حالة الفقر للمواطن العراقي، حيث كان سعر الدولار كل 100 دولار 145 ألف لكل 100 دولار الآن، يعني بعد ما زيدت هذه وجاءت قضية ارتفاع سعر البرميل النفط عندما كانت الموازنة وتسعيرة الدولار ارتفعت، فالآن سعر البرميل النفط بدل من 45 التي هي كانت ضمن الموازنة العراقية أصبح سعر البرميل الواحد 75 دولار للبرميل، ولذلك أن هناك مطالبات جماهيرية لدى الناس بأنه تخفض سعر الدولار حاليا ويعاد إلى ما كان سابقا، وللأسف أن سياسة البرلمان والحكومة لا تستجيب لمطالبهم لأنهم يريدون تدمير البنية التحتية للدولة العراقية، ولذلك هم سائرون في نهج مغاير تماما لمطالب الشعب وللمواطنين، وبهذا تكون انه هذه الدولة هي لا تهتم ولا تكترث بمصلحة المواطن العراقي من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك حسب ما تقوم به من أعمال مغايرة تماما لمطالب الشعب. دكتور، في ظل هذه الأزمات يغيب النواب عن جلسات رئيسية في البرلمان للحد من استجواب الفاسدين، على ماذا يدل ذلك؟ هذا يدل بالتأكيد على أنهم هم جزء من الفاسدين، ولذلك لا يتم النصاب القانوني للبرلمان حتى لا يتم محاسبة أي من الحكومة التي هي تقوم بمثل أعمال مزيدا من الفساد ومزيدا من إجهاض أي مسؤولية تكمن في مزيد من تحسين الوضع المعاشي والاقتصادي للعراق، وخاصة في المجالات التي هي مهمة جدا، التعليم والصحة وسعر المواد الغذائية الموجودة والاهتمام بالصناعات الوطنية حتى يكون المواطن العراقي في صلب الحياة اللي نسبيا تكون جيدة ومقبولة بالنسبة للعوائل الكبيرة. دكتور، كيف يمكن للمواطن العراقي الثقة بالحكومة التي تتجه لانتخابات مبكرة بعد إخفاقات وفشل في الإصلاح، ومنها ورقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمها الكاظمي؟ المواطن العراقي اليوم لا يثق لا بالبرلمان ولا بالحكومة القائمة حالياً، لأن هذه الحكومة تسير وفق برنامج التدمير الاقتصادي والاجتماعي في العراق، ولذلك أن هناك أصوات ترتفع حالياً
حتى لمقاطعة الانتخابات التي ممكن مزمع عقدها في شهر تشرين. ولذلك المواطن العراقي ليس له أي استعداد في أن يعطي صوته لمثل هذه الحكومة التي هي بالتالي تكون موضع شك لدى المواطن، وخاصة في عملية تواجدها باتجاه إيران ودعم إيران في مجالات اقتصادية معينة. وبهذا يكون أنه أثبتت أنها ليست عراقية خالصة، وإنما تسير بتوجهات الذيول الموجودة من الميليشيات والأحزاب الدينية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من لندن.